زمزم العربي ومجلس المرأة السورية وفرق الأبقار. إحنا الفرق بين مجلس المرأة السورية وإدارة المرأة إنه مجلس المرأة السورية يتشكل على كافة أنحاء سوريا، بينما إدارة المرأة ضمن منطقة محددة. طبعاً أعمال إدارة المرأة هي لتوعية المرأة، هي صلح، قضايا صلح. عمل مجلس المرأة السورية هو سياسي بالدرجة الأولى، هو عمل يخص نظام ووضع القوانين الدستورية. يكون لمجلس المرأة السورية دور مهم فيها، يقوم بأعماله تهم جميع النساء في سوريا وخارج سوريا. طبعاً مجلس المرأة السورية يضم هيكلية من النساء السوريات ويقومون بأعمال سياسية بالدرجة الأولى. وطبعاً مجلس المرأة السورية يشمل كافة أنحاء سوريا في جميع المحافظات السورية المذكورة. نقوم بأعمال توعية المرأة، عمل سياسي بالدرجة الأولى، وتوعية المرأة وبناء مجتمع ديمقراطي، وتوعية النساء على الحرية والوعي والفكر الصحيح، خاصة بعد المرحلة التي مرت فيها المنطقة هي مرحلة داعش. كانت مرحلة حطمت المرأة في جميع المجالات في المنطقة. لنا اجتماعات دورية كل شهر، نجتمع مجلس المرأة السورية، أعضاء مجلس المرأة السورية على شمال شرق سوريا. لنا اجتماع في عين عيسى نقوم فيه بمناقشة الأعمال التي قمنا فيها في كافة المناطق خلال الشهر، مقترحات، خطط عمل تتطلع إلى المستقبل إن شاء الله مصدر لمجلس المرأة السورية، ويكون له صدى أكبر على العالم أكمل وليس فقط على سوريا.